مصحفي وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي. هذه أنوار عشقت عيني حروف المصحف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الهادي الأمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهجه واتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبًا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات. طبتم وطاب ممشاكم وسعيكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا جميعا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فنحن اليوم بفضل الله جل وعلا مع الحلقة الثانية من برنامج مصابيح عباد الرحمن. ومصابيح عباد الرحمن هم أولاد دار عباد الرحمن لتحفيظ القرآن بمدينة حلوان. أولادنا فلذة أكبادنا، أولادنا ثمرة فؤادنا، أولادنا وصية نبينا، أولادنا سنسأل عنهم بين يدي ربنا جل وعلا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالولد أمانة سيسأل عنها العبد بين يدي الله يوم القيامة. لذا يجب علينا أن نهتم بأولادنا، ويجب علينا أيضا أن نظهر أمثال هؤلاء كما قلت من قبل، لا في مصر فحسب، بل يجب علينا أن نظهر هذه النماذج المشرفة وهذه النماذج المشرفة والمشرقة للعالم كله، ليعلم العالم كله أنه مهما كثر فساد الأمة فيوجد أمثال هؤلاء الذين يحفظون القرآن والسنة. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك في المقدمة، هيا بنا لنستمع إلى النموذج الأول الذي جاء معنا في هذه الحلقة، إلى صاحب الصوت الندي وصاحب القلب النقي راضي نبيل. تفضل يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا وقضي الأمر واستوت على الجودي
وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت وبارك الله فيك. والله آيات تحرك القلوب وتحرك المشاعر والأبدان. تخيل بأن نبيا من الأنبياء أطول الأنبياء عمرا، نبي الله نوح عليه السلام ينادي ابنه، ينادي فلذة كبده وثمرة فؤاده، يناديه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الله أكبر. ينادي نوح على ولده ليأخذ بيد ولده إلى طريق النجاة، ومع ذلك يرفض ولده، يرفض ولده أن يمشي ويسير إلى طريق النجاة. فاصل، أتواصل بعد الفاصل إن شاء الله. عيني حروف المصحف وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. تخيل بأن نبيا من الأنبياء، وليس أي نبي، وإنما هو نوح عليه السلام أطول الأنبياء عمرا، ينادي على ولده، على فلذة كبده وثمرة فؤاده، يا بني اركب معنا، يا بني تعالى إلى طريق النجاة، يا بني تعالى إلى طريق الفلاح، يا بني تعالى إلى طريق طاعة الله جل في علاه. ومع ذلك يرفض الولد ويقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الله أكبر. يا بني تعالى، يقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. اسمع، وحال بينهما الموج. الله أكبر. نوح ينادي على ولده والولد يصر إصرارا عنيدا على ألا يستمع لكلام أبيه، ونادى نوح ابنه ثم حال بينهما الموج. الله أكبر. لماذا حال الموج بينهما؟ لماذا حال الموج؟ تخيل نوح ينادي على ولده إذ بالموج يرتفع ارتفاعا كبيرا، فلم يرى نوح ولده بعد ذلك. الله أكبر. يموت ولد نوح، يموت ابن أطول الأنبياء عمرا، يموت على الكفر. نعم. لماذا حال الموج بينهما أيها الأفاضل؟ أتدري لماذا؟ لكي لا يرى نوح ولده وهو يغرق. الله أكبر. انظر إلى رحمة الله جل وعلا بنوح. تخيل بأن الله جل وعلا من رحمته بنوح عليه السلام لم يرى نوح ولده وهو يغرق، فيبكي نوح، يبكي بكاء مريرا وبكاء شديدا وبكاء كبيرة. لماذا؟ ربي إن ابني من أهلي، كيف يغرق وهو ولدي، فلذة كبدي وثمرت فؤادي. ولكن يرد عليه ربنا جل وعلا يا نوح إنه ليس من أهلك. الله أكبر. إنه ليس من أهلك. ليه؟ إنه عمل غير صالح. الله أكبر. نعم، خلاص، من أهلك، من ابنك الذي حفظ القرآن والذي استجاب لطاعة العزيز الرحمن والذي استجاب لنبينا عليه الصلاة والسلام. ورب الكعبة كاد نوح أن يشطب من ديوان الأنبياء لو لم يقدم العذر لرب الأرض والسماء. فعلينا أن نربي أولادنا على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى حفظ كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. أحسنت، أحسنت يا رضي، ربنا يبارك في عمرك. هيا بنا لننتقل إلى النموذج الآخر
من دار عباد الرحمن لتحفيظ القرآن بمدينة حلوان، ومع الإنشاد مع الطالبة الجميلة رغد هاني. تفضل يا رغد. قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني تدفعني نحو العلياء، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء. يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك ألقى، وبختم كتابك ألقى بشراك يا حافظة القرآن. حين تنالي من رب الرضوان يا الله، ويقال لك ارقي أعلى جنان. في يوم تشخص فيه العينان يا الله، قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني تدفعني نحو العلياء، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء. يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك ألقى، وبختم كتابك ألقى يا أهل الحفاظ أطل لتهنوا خير الأبناء. من حفظوا القرآن وصعدوا للأمة نورا وهدى، بقلوب تشخص في فرح حمدا تكبيرا ودعاء. يا رب لك الكون ينادي، وفق من جاءك يسعى، وفق من جاءك يسعى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. ما زالت الإبداعات وما زال الإبداع في دار عباد الرحمن لتحفيظ القرآن. سمعنا آيات الله عز وجل، ثم سمعنا الإنشاد من الجميلة رغد هاني، بارك الله فيها وفي والديها وفي كل من كان له حق عليها. هيا بنا لنستمع إلى النموذج الثالث الذي جاء معنا لأول مرة، ألا وهو الصاحب المقرب ليوسف طارق الذي كان معنا في الحلقة الماضية، والذي أمتعنا بأسلوبه وأدائه، وهو لا يقل أيضا عن يوسف طارق الجميل أحمد رفعت. سيخبرنا بفضل الله جل وعلا وسيذكر لنا قصة رائعة بأسلوبه الهادئ الجميل. تفضل يا حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا فيه، والصلاة والسلام على خير البشر الهادي الأمين سيدنا محمد أفضل الخلق والمرسلين. أما بعد، فأيها الأحبة، فموضوعنا اليوم عن الرجل الذي فضل خدمة أمه على رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمع، في يوم من الأيام كان عمر بن الخطاب في بيت رسول الله، فأتاه خادم من خدمه ويقول: يا أمير المؤمنين، إن أويس بن عامر في وسط بلاد اليمن، إن أويس بن عامر في وسط بلاد اليمن. فأسرع عمر بن الخطاب بأقصى سرعة إلى بلاد اليمن حتى عثر عليه، فقال: هل أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: هل أنت من بلاد اليمن؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: هل كنت مصابا بالبرص إلا موضع درهم حتى شفاك الله عز وجل؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين.
فقال عمر: استغفر لي يا أويس، استغفر لي يا أويس، فإني سمعت رسول الله يقول: إن أويس بن عامر والذي نفسي بيده لو أقسم على الله لأبره. كل هذا وكل هذه الفضائل لأويس. لماذا؟ أويس بن عامر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب للنبي ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فضل أن يبر بأمه وأن يخدم أمه وأن يقوم على احتياجات أمه على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. الله شاهد ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لأويس بن عامر أم هو بار بها، لديه أم هو بار بها. وهذا الشيء الجميل الرائع الذي منعه عن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، بمجرد أنه سمع عنه وعن دينه أسلم في لمح البصر. اسمع: والذي نزل اسمه عن طريق الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لكبار الصحابة: إذا قابلكم أو إذا خرج فيكم أويس فاسألوه أن يستغفر لكم، فهو الذي نفس محمد بيده، وهو الذي لو أقسم على الله لا بره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت يا أحمد، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيه. أسلوبه هادئ، وأسلوب القصص تحتاج إلى أسلوب هادئ راق جميل. بسم الله ما شاء الله، أسلوبه جميل جدا، مع أنه يتكلم عن الأم. الأم لو ظلنا نتكلم عنها مدى عمرنا ما وفيناها حقها، لأنها هي وصية الله عز وجل ووصية نبينا صلى الله عليه وسلم. كان أحد التابعين لا يرضى أن يأكل مع أمه، لا يرضى أن يأكل مع أمه، فقيل له: لماذا ترفض أن تأكل مع أمك؟ اسمع ماذا يقول. قال: أخاف أن أمد يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. أكرر، أخاف أن أمد يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. طب أنت بترضاش تأكل معها ليه؟ ممكن إحنا نقعد نأكل مع بعض، هي تبقى عايزة تاخد حاجة معينة أو طعام معين، خلاص عينها عليه، عينها على الطعام ده، فأنا أمد إيدي أخده قبل أن تأخذه هي. سبحان الله، بر الأم له ناسه وله أولاده وله رجاله. أحسنت أحمد، ربنا يبارك في عمرك يا رب. هيا بنا لننتقل إلى النموذج الثالث، صاحب الضحكة الدائمة والبسمة الصافية، إلى المنشد الجميل جلال نبيل. تفضل يا حبيبي. المسك قد جاءنا رمضاننا 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 رمضان بالذكر والقرآن 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 تراويحنا وسجودنا توشيحنا وركوعنا يزداد في رمضان في رمضان في رمضان في رمضان ربادة ترحمنا وبصيام نقبلنا ولغي ندخلنا وجرنا من النيران من نيران من نيران من نيران رمضان ها هو آت باليمن والبركات يا غافر الذلات اكتب لنا رمضاننا 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 رمضان
نور في الأفق يلوح، الله باب الجنة مفتوح، الله لا يغوي عطشا روح إلا باب ريان 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 ريان. قد جاءنا رمضاننا 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 رمضان، قد جاءنا رمضاننا 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 رمضان، بالذكر والقرآن 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 والقرآن، ترويحنا وسجودنا توشيح وركوعنا، يزداد في رمضان في رمضان في رمضان في رمضان. أحسنت 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 يا جلال، بسم الله ما شاء الله، هادئ هادئ، سلوه جميل، الله يبارك فيك، ربنا يحفظه ويبارك فيه. هيا بنا لننتقل إلى النموذج الذي يشرفنا أيضا لأول مرة، إلى الجميل أنس وليد. إنشاد، تفضل يا حبيبي. المسك فاح المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح، لما حضرنا أبا زهراء. المسك فاح المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، النور لاح النور لاح، لما حضرنا أبا زهراء. أشكي من وجد وحالها، وأقول مين النبي غالها، أشكي من وجد وحالها، وأقول مين النبي غالها، إيه اللي غير أحوالي غير الغرم برسول الله. المسك فاح المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح، لما حضرنا أبا زهراء. يا صعب القبة الخضرة، هل علينا بالنظرة، يا صعب القبة الخضرة، هل علينا بالنظرة، هز الهلال يا أبا الزهراء، واعطي لكل محب مناه. المسك فاح المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح، لما حضرنا أبا زهراء. طول عمري بتمنى أشوفك وانظر جمالك وأبوسك، طول عمري بتمنى أشوفك وانظر جمالك وأبوسك، صبرت نفسي بأحاديثك وأقول لابد في ليلي أراه. المسك فاح المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح، لما حضرنا أبا زهراء. أحسنت أحسنت، الله يفتح عليك، بارك الله فيك وفي والديك وفي كل من كان له حق عليك، أحسنت أنس، ربنا يبارك في عمرك. هيا بنا بعد أن سمعنا كلام ربنا وبعد أن سمعنا الإنشاد، هيا بنا للبند الثالث الذي تقدمه أيضا لنا دار عباد الرحمن لتحفيظ القرآن بمدينة حلوان، ألا وهو الخطابة. هيا بنا لنستمع إلى الجميل راضي نبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه، وبعد، نداء لأهل الابتلاء، أيها المهموم أبشر،
أيها المريض أبشر، أيها الحزين أبشر، أيها الفقير أبشر، فوالله وبإذن الله سيأتي الشفاء بعد المرض والنجاح بعد الفشل، وسيأتي الفرج بعد الكرب، وستأتي السعة والرزق بعد الضيق والضنك، وستأتي العافية بعد البلاء، وسيزول الهم والحزن بإذن رب الأرض والسماء. كل يوم هو في شأن، يفرج كربا ويكشف هما، ويغني فقيرا وينصر مظلوما، ويجيب داعيا ويعطي سائلا. فرجه قريب في لمحة البصر، وغوثه سريع في لفتة النظر. ثق بربك، فالثقة بالله أزكى أمن، والتوكل على الله أوفى عمل. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، اجعلها شعارا ورددها ليلك ونهارا. لا تخف من أي شيء روعك، قم مع الله يكن ربي معك. وإذا نابك أمر فاصطبر، وادع مولاك وجفف أدمعك. ما لنا إلا إله واحد، واسأل الكون وكل من أبدعك، واسأل الحمل جنينا في الحشا، من رعاك الآن من ذا أشبعك، واسأل البدر مضيئا في الدجى، باعثا أنواره ما أروعك. قم مع الله يكن ربي معك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصابرين الراضيين بقضاء رب العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. أحسنت يا حبيبي، ربنا يبارك في عمرك يا رب. هيا نخرج إلى فاصل للآذان ثم نعود بإذن العزيز الرحمن. أحرفي يا فؤادي هذه أن عشقت عيني حروف المصحف، وفؤادي ذاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا لننتقل إلى كلام ربنا ومع الطالبة الجميلة رغد هاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حق
ألقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك يا رب بارك الله فيك وفي والديك وفي كل من أنعم عليك تعالوا ننتقل بعد ذلك إلى الإنشاد مع آلاء محمد ثم يردد معها راضي نبيل تفضل يا آلاء أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت في العينين ضي أنت عند الحاضري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيع يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا أحسنتما ربنا يبارك فيكم يا رب بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ننتقل إلى راضي نبيل نسمع آيتين هادين كده بقى ماشي تقبلها نسمع تفضل يا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكف لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد
وجد عندها رزقا قال يا مريم الله العظيم. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الرزق على من؟ الرزق على الله، الرزق على الله وحده. قضية الرزق من أكبر القضايا التي شغلت جميع الخلق. راضي نبيل قرأ آيات تحث الإنسان على الصبر وعلى التحلي بمكارم الأخلاق، ثم تكلم في خطبته الرائعة وبشر الناس بأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه يجب على الإنسان أن يصبر على ابتلاء الله عز وجل له. فالإنسان مهما أحاط به الظلام من كل ناحية، المؤمن دائما يرى نور الله عز وجل، لأنه يثق ثقة تامة كاملة في ربه سبحانه وتعالى. نعم، والله أنا أعجب كل العجب لمن يخشى الآن على رزقه ولمن يقلق من الرزق، والله عز وجل ضمن الرزق لعباده، فقال جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ثق بالله، ثق في الله عز وجل، فوالله الذي لا إله غيره، فوالله الذي لا إله غيره. إن وثقت بربك نجاك، إن وثقت بربك نجاك. انظر إلى نبي الله موسى عندما كان يقف أمام البحر، أمام البحر ومعه قومه، وإذ بفرعون وجنوده من خلفه: يا موسى إنا لمدركون، يا موسى ها هو البحر من أمامنا وها هو فرعون بجيشه من خلفنا، يا موسى إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ ماذا قال موسى؟ قال: كلا. الله أكبر، كلا كلا، كيف يا موسى؟ كيف؟ ها هو البحر وها هو فرعون، أين سنذهب؟ كلا، إن معي ربي سيهدين. الله أكبر، إن معي ربي سيهدين. فيأتي أمر رب العالمين سبحانه وتعالى: يا موسى اضرب بعصاك البحر. الله أكبر، جاء أمر الله، جاء أمر الله سبحانه وتعالى. وأيضا عندما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الغار، هو وأبو بكر، إذ المشركين يقفون على باب الغار، يقفون على باب الغار، فيقول أبو بكر للنبي المختار: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، لو نظر أحدهم يا رسول الله تحت قدميه لرآنا. فماذا قال حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وعندما ترك إبراهيم عليه السلام زوجته في صحراء لا زرع بها ولا ماء، صحراء لا زرع بها ولا ماء، وأراد إبراهيم أن يرجع إلى بلاد الشام، فتعلقت به هاجر: إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ إلى من تتركنا في هذه الصحراء الجرداء التي لا زرع بها ولا ماء؟ إلى من تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ فيرد إبراهيم ويقول: نعم نعم،
الله أمرني بهذا. فماذا قالت هاجر؟ قالت: إذن لا يضيعنا. الله أكبر. إذن لا يضيعنا في مكان لا إنس فيه ولا أنس، في صحراء لا زرع بها ولا ماء، إذن لا يضيعنا. وهي لا ترى إلا جبالا قد سودتها حرارة الشمس المحرقة، ومع ذلك إذن لا يضيعنا. يتركها إبراهيم عليه السلام هي وولدها في هذه الصحراء. نعم، فيأتي أمر رب الأرض والسماء، ويأتي جبريل عليه السلام إلى من وكلكما، إلى من وكلكما، وكلنا إلى الله، وكلكما إلى كاف، أليس الله بكاف عبده. لا تعلق قلبك ببشر، وعلق قلبك برب البشر. فوالله الدنيا لا تدوم لأحد، ولو كانت تدوم لأحد لكان أولى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيا عبد، كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا؟ أنسيت لقاء الله؟ أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. علينا أن نثق بالله جل وعلا، وأن نعلم أولادنا القرآن، وأن نعلم أولادنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الزمان الذي كثر فيه الفتن. فوالله مؤامرات خطيرة على الشباب، إذا أخرج الشاب الآن يده لم يكد يراها من كثرة الفتن التي أحاطت بأولادنا والتي أحاطت بشبابنا. يخرج الولد في الشارع فتنة أمامه، يجلس الولد في بيته فتنة أمامه. انظر اليوم إلى الفيسبوك، وانظر إلى الإنترنت، وانظر إلى المعاصي التي يتجرأ شبابنا بها على عصيان الله سبحانه وتعالى. مؤامرات خطيرة تدور على الشباب، مؤامرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. أسأل الله سبحانه أن يردنا جميعا إليه ردا جميلا، وإن قدر البقاء واللقاء رب الأرض والسماء موعدنا معكم يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة الثالثة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشقت عيني حروف المصحف وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي، هذه أنوار. عشقت عيني حروف المصحف وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي.